مي دابا غنمشيو القصص الغريبة. مع ناصرة من فاس. مرحبا بك ناصرة. لا اختك، شكرا. مرحبا. الو، شنو المشكل اللي وقع؟ عاودي لينا كل شيء ناصرة. وي المشكل اللي وقع لي هادي دابا 3 سنين، كان الصيف وكنت في الدار بوحدي ناعسة، راك عارف بحكم الصيف كنصبحو ناعسين، كنقصرو بالليل وصبحت ناعسة بوحدي في الدار واحد الساعة وانا تنسمع العياط ناصرة، هكا ثلاثة د العيطات وانا بقيت مترددة واش نقول نعم ولا لا، حيت عارفة راسي راني بوحدي في الدار. حتى كنسمع ما كنتي انتي بالدورة اللي كانت الحس كتبان لي بحال شي حاجة داز. صافي تشوكيت في بلاصتي، جرت عليا ليزار، بقيت في بلاصتي ساقرة. تصور من شي العشرة ونص الصباح حتى لجوج د النهار وانا هكاك في ديك بوزيسيون هكاك بلوكية. حتى جاو خوتي وهذا بصدمة ما قدرتش نحكي لهم حيت عارفة ما غاديش يصدقوني. ومن بعد بقيت يعني كنكون ناعسة في الليل، كنوض مخلوعة، دابا هادشي كتعاودوا ليا ماما، انا ما كنكونش شاعرة براسي، نوض مخلوعة ونبغي نخرج. حتى بقاو كيديروا ليا الرقية وخلاص القرآن ما تيسكتش وبزاف د الحوايج، ومع ذلك لحد الآن ما كنقدرش نبقى بوحدي في شي بلاصة. بوحدي ما نبقاش ابدا، حيت كنبقى نسمع اصوات ونقدر نشوف الحوايج. نو كتسمعيش ما مفهوميش. وي هذه التجربه ديالي وقعت صحه بزاف، ما نبغيها حتى شي واحد. مي دابا من ناحيه كتي مني ما بغيتش نقولها لخوتي الا ما تيقونيش، ولكن قلت عليها ومن بعد لا حتى ولاو هما كيشوفوا عليا شي حوايج. بحال دابا كنوض في الليل بوحدي وندير شي حركات وفاش يواجهوني في الصباح نقول لهم انا ما درتش هذا الشيء، هادشي كتخربقوا عليا. لا ولكن قلتي لهم شنو كتشوفي انت؟ وشنو قالوا لك منين ملي قلتي لهم هادشي؟ في الاول ما تقبلونيش، انت غير كتخربقي، انت غير كيتهيئ لك ديك الافلام اللي كتفرجي فيهم بزاف. ولكن من بعد تقبلوا حيت شافوا الحاله اللي وصلت ليها. عرفوا ليش كندير جلسات ديال الرقيه. ومن بعد تحسنت القضيه ملي درتي جلسه الرقيه؟ الحمد لله كنحس بديك الراحه. كتفوت واحد الشهر انا ملي درت الرقيه كنولي نعس طبيعيه، هذا شويه عاوتاني يولي يرجع داكشي، يعني خصني نبقى استمراريه. امين. كاين بعض الحالات كيوقعوا بنتي للناس بهذه القضيه، واش ما عمرك شي نهار مثلا هادي بطبيعه الحال عاده في نوعين كيوقع نسيان، مشيتي مثلا للطواليت ولكن ما شعلتيش الضوء، دخلتي للطواليت بالظلام او لحتي الماء سخون في الارض؟ لا انا بالطبع ديالي من صغري جريئه، يعني كندير شي حوايج اللي الانسان ما يتقبلهمش. ممكن نمشي لشي بلاصه الناس يحضروني منها كنمشي لها ما كنتسوقش، ولكن من نهار اللي وقع لي داك الشيء صافي وليت كنخاف. نعم ابيان. شكرا ناصرة. هادشي شحال ديال الوقت هو معك دابا؟ اكثر من 3 سنين. 3 سنين وانا هكاك. ميرسي بوكو اللي بارطاجيتي معنا هاد القصه ديالك ناصرة. شكرا.